يبدا التناظر الشفاف في الوظائف العليا للدوله، لانه باش الاداره تكون محايده لازم الوظائف العليا واللي مش يشغلها يعرف انه ما يوصل لها الا بالجداره وبالكفاءه، وهذا مهم جدا. النقطه الثانيه ارساء منظومه التاجير حسب الاداء، عنصر متعلق بالاداء يكون مدرج في التاجير بحيث نحفزوا الاطارات باش تنتج وباش تنضبط للسياسه العامه واولويات الوزاره واللي طبق فيها. النقطه الاخرى على مستوى النجاعه كذلك تحرير المبادرة عن طريق الرقابة البعدية. هناك عدة مؤسسات عمومية الإطارات العليا في الدولة غير قادرة أن تبادر لأنه ثم منظومة رقابة قبلية مكبلة. وأخيرا عن طريق تحديث نظم وأساليب العمل من خلال الرقمنة والمنظومات المعلوماتية وغيره، إلى جانب بطبيعة الحال اعتماد أحسن الممارسات في التصرف بكل أبعاده، منها بطبيعة الحال المنظومات المعلوماتية، منها تنظيم الخدمات. وبالنسبة للإطارات العليا في الدولة نحن نتبنى بطبيعة الحال مقترح الوظيفة العمومية العليا اللي هو إطار جذاب للحفاظ على الكفاءات داخل الإدارة والاستقطاب أحسن الكفاءات من خارج الإدارة عن طريق تعاقد حسب الأهداف، فيه إمكانية الإعفاء ولكن فيه إمكانية التميز الكبير في التأجير بحيث ننهض بالقدرة على قيادة الإصلاحات، لأنه جزء من تعثر الإصلاحات هي المنظومة الغير محفزة للإطارة داخل الإدارة وضعف جاذبيتها للإطارات اللي عندنا في البلاد ذات خبرة دولية عالية ولكن لا يمكن استقطابها بمنظومات التأجير الحالية واللي أثبتها حتى الدراسة اللي قدمها السي محسن.